500 جرام لحم مفروم ناعم، سنين ثوم مهروس، ملعقة زنجبيل مفروم، حبة فلفل حار مفروم، ملعقة شومر حب مطحون، وبصلة مبشورة. نحتاج لملعقة كبيرة شوفان، ولمقادير الصلصة نحتاج ملعقتين كبيرة زيت جوز الهند، بصلة مفرومة ناعم، ملعقة زنجبيل مفروم، ملعقة كبيرة بهارات جرام مسالة. كرات اللحم الهندية كمان تحتاج لملعقة صغيرة كركم مطحون، وملعقتين كبيرة معجون كاري أصفر، وكوب بندورة مفرومة ناعم، كوب كريمة، وكزبرة خضراء للتزيين. هلا بدنا نبدا. هلا هاي الوصفة سمير فيها شغل، يعني فيها قسمين. اول شيء بدنا نعمل الكرات هدول اللي هم انت قريت اول شيء مقاديرهم، المكونات تبعتهم، بعدين والثانية اللي هي الصلصة. تمام. هلا رح نبدا باللحمة. بدنا نجيب لحمة مفرومة، هيها اللي هي زي هاي. اوكي، رح نتبلها. هلا انا عشان بدي اتبلها بدي احط لها زي ما حكينا، بدها ثوم مهروس وزنجبيل مبشور كمان، وبصلة مفرومة، وفلفلة حرة. فأنا حطيتهم كلهم مع بعض وطحنتهم، وهيهم فرح أحطهم على اللحمة. أوكي، ورح نحط عليهم طبعا ملح وفلفل. تمام. أي ملح. هلا هذه سمير لانها اكله هنديه، فانت ملاحظ انه تتبيلتها بتكون مختلفه عن اللحمه اللي بنعملها دائما، اللي بتكون مثلا كفته او شيء هيك. لا، مشان هيك حاطين فيها بصل وثوم وزنجبيل وفلفله. هلا هيني هيك خلطتها، ويعني البهار الوحيد اللي حطيته فيها هو الفلفل الاسود، بس بقدر طبعا اذا حدا بحب يحط كرامة سالة عليها او شيء، بس انا بفضل انها اللحمه تاخذ هذا الطابع. وبدنا نعملها على شكل كرات. سوري، نسيت احط الشوفان. اوكي، بنحط عليها شوفان. طيب اذا شو حطيت لها؟ هلا حطيت شويه زيت جوز هند، بس هو هيك بس هو هيك بكون مجمد. تمام، شوي. تمام، لانه كمان الاستوديو بارد، لو انه الاستوديو دافي كان بتكون تقدري مش غلط هيك تشويح. لا لا، تشويح خفيف. شايف شويه زيت، انا ما بحب احط كثير، حتى احيانا سمير انا بحطها بصينيه. هذه للستات اللي بحبوا الطريقه الصحيه، بحطها بصينيه بدهنها شويه زيت وبحطها بالفرن. برضه بتطلع كثير طيبه وبتطلع منيحه. هلا رح نحطهم، ما بعرف، اظن صارت والله هو الغاز حامي. الغاز حامي كثير. عادي، ما في مشكله يعني. اصبر شوي. والله شو رايك نبدا نحضر الصلصه؟ استنى نحط واحدة. لا هايها. لا تمام. حامية. تمام. اوكي، هاي رح نحطهم ونبدا بالصلصه. هلا الصلصه قلنا انه بدنا نحط فيها برضه شويه زيت. هلا شايف قديش الكميه قليله اللي استعملتها، حتى على الجهتين شايف كلياتها هالقد. شيء بسيط يعني. شيء كثير بسيط. هاي رح نحطها هون. مجمدة من كتر ال عشان طبعا التكييف بالاستوديو. طيب هلا الاشياء اللي رح نحطها هيني رتبتهم جنب الغاز. اوكي، رح نحط الجرام مسالة. تمام. مع هدول اللي هو هيو، هذا هو البهار الهندي اللي بيستعملوه الهنود اكثر شيء. رح نحط هاد. تمام. ورح نحط عليها كركم. كركم كثير مفيد على فكرة. انا صايرة بدخله بكل اكلاتنا. ورح نحط شوية صغيرة ملح. طبعا الشيف هاني العنبتاوي هيك رايقه ومتكتكه يعني بحب التنظيم الصراحه. وهذا معجون الكاري الاصفر. هلا هذا معجون الكاري فيه بقلبه زنجبيل كمان، وفي بقلبه ايش بيقولوا له، قلنقال هم الهنود. يعني في تتبيلات اشياء هنديه، فهي رح نحطهم هيك. هلا انا ليه عم بقليهم؟ اكيد الكل صار يعرف انه عشان تطلع النكهه فيهم اقوى. صح. اوكي، هلا بتحفزها النار. بتحفزها هي. صح. أيوة. النار بتحفز هينا، حرك لك اياهم عشان كيف طلعت الريحه قويه. هلا بنحط عليهم البندوره. استنى بدي اطفشك. هات بحرك لك اياهم. شوفي الكرات اللحم شو رايك هيك. وانا هيني هون، ما عليك. انا يعني شوي قربت على الطبق. بدنا نحط عليهم المرق. كاتبين انه بدنا عندنا كوب مرق، رح اضيفه عليها. اوكي، وتتابع التحريك. إذا بتحبي شو رأيك هيك نعيد بس سريع الصلصة شو عملنا؟ شو حطينا؟ حطينا هسه. أول إشي زيت جوز الهند حطينا شوي. تمام. بعدين حطينا بصلة، لا سوري ما حطينا بصلة، حطينا زنجبيل. تمام. وتوم. تمام. وحطينا بهارات جرام مسالة، وحطينا كركم قلنا الكركم مفيد. تمام. ومعجون الكاري الأصفر. وقلبناهم شوي لطلعت ريحة البهارات منهم قوية. بعدين حطينا عليهم بندورة. البندورة مرقة. شوف هلا بدي أسمع لك. ومرقة الدجاج. حطينا بندورة بعدين مرقة الدجاج. مرقة الدجاج ومستنى نضيف الكريمة. بدنا نخليهم بس هيك شوي يسبكوا عشان نحط عليهم الكريمة.
وبهذا الوقت عمالنا نقلي الكرات. هلا الكريمة بنقدر نحطها هون ورأسا نبدأ نحركها، بس أحيانا ممكن إنها تفرط، فأنا أخذت شوي من الصوص اللي عندك رح أحط عليها الكريمة. تمام. اللي هون تقدر أنت تضيفيها قلت لي هون وبس. أقدر أضيفها. أوكي. بس في أنواع لأنها بتفرط أحيانا. تمام يا شيف. تمام. على حسب، فهيك هاي الطريقة بتكون مضمونة أكثر. مندوبها هون منيح. هاي تسبكت تمام التمام. بتكون هاي ساعتها هيك دفيت يعني. إذا كانت بالثلاجة من قبل. هيها بعدين هلا مساعدتك بالتحريك سمير. ولا يهمك. ابشري ابشري. ها هذا انا احرك. ها على طول. ايوه اذا سمحت. خلص هاي خلصنا.